إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول الدنيا ظلمة بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف انفتح باب للأسى النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء للشمس تشرق للصباح النسمة شادة من الغصون منسية في حضن الجراح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز السلام عليكم. اهلا وسهلا. مش انت ليلى؟ ايوه. في حاجة؟ ها؟ لا انا بسأل عن طالبة اسمها لا ايوه عزة عرديب. سألت زميلاتك هناك قالوا لي هي غايبة لكن انت زميلتها. ايوة عزة دي مشت الداخلية. يعني انا عندي جواب يفترض انه اسلمه لها من ابوها. عزة دي ما حتجي الا بكرة. بعدين انا مفروض ارجع الليلة. انا جيت في مامورية ومفروض اسافر الليلة. ممكن انا اسلمه لها ما في مشكلة. كده
كده بتكوني ريحتي ايد. حاجة غريبة، أنا ما أعرف ليه أنا عندي إحساس إني بعرف البيت دي. أيوة البيت استلمتها الجواب دي كأني بعرفها من سنين. ده كلام عجيب، عشان كده أنا لازم أشوف البيت دي تاني، لازم أتكلم معاه وأعرفها. لازم يا زوني، انت وجاي من وين بدك عايش في الشارع كويس؟ الله معلش يا ماشي وين بدك عايش في الشارع؟ معلش يا ابن العم، انا اسف انا غلطان. معلش خلي بالك في الشارع كويس. حاضر معلش. يا ليلى يا بدي خادم هدية نجاحك. والله يا ليلى تعرفاني ما عندي قدرة. كان عندي قدرة كان جبت لك الذهب في السياق كله. يا سلام يا أمي، الله يخليك لي يا أمي، دبا الدنيا كلها يا أمي. الله يحفظك يا بدي وغطى عليك ولمك. عامله كيف مع المذاكره؟ تمام. كيف مع العربي والحاجات دي؟ تمام. تقري في شنو هسي؟ اسمعي يقول المتنبي. لا يا اختي اكيد بدنا نقرا لك. لا والله ولا بفهم في المتنبي ولا حاجه، انا جايك لموضوع ثاني. خير؟ اسمعي، انت بكره معزومه معانا للعرس. وين؟ وحتمشي معانا. وين العرس ده؟ في الجرين فيليج. وين؟ نعم يا خالي، في حاجه؟ تعال انا عايز. كويس. نعم يا خالي. شوف يا ليلى. نعم. حقيقة انا عايز اقول لك صباح الخير. ديتي ما خاص ولا شنو؟ لا تعالي، انا ذات عايزك. لا بقى ديتي ما فوق العادة. لا انت ما عادي جدا. يعني انا دي امي؟ لا ما في لها مناسبة، اقعدي بس. شوف يا ليلى. نعم يا خالي. انا عايزك تكوني صريحة معي. جداً يا صريحة معاي. خالص اهو قدام يا فردي. ان شاء الله محتاجة لمصاريف تكلميني، متضايقة من حاجة في البيت ده تكلميني. ان شاء الله. كلام ده مفهوم؟ مفهوم، لكن بس الحقيقة خلينا اتم كلامي. جداً يا شوفي انا بعدين ما عايز منك لوم ولا عايز لوم من امك حتى لو كان قدر راس الدبوس. ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله ما يحصل ايش. يلا بصراحة شديدة قولي لي.
الشاي جاهز؟ جاهز، لكن كده قبل شيء نزلي. اي ليلى دي ما عندها محاضرات الليله؟ لا لا، هي الليله يتخيل لي الصباح ما عندها محاضره بعد الساعه 10. لكن اقول لك حاجه، والله ابوي خاتالك في الصالون ودالك محاضره صباحيه كان احسن منها محاضره الجامعه. ولاسي قاعد اتكلم معاه؟ والله يا امي تصدقي كان حيفوتني مواعيد الشغل. المهم انا لما زهقت مركت خليتهم، ما انت عارفه اصلا هو قاعد ساي ما عنده حاجه، قاعد مصاغرني اليوم كله. كان حقه يفتح له نقطه بعد المعاش. هيا امي ذكرتيني، والله كنت حانسى. عندها اوراق خليتها في الترابيزه، حامشي اشيلها. عن اذنك يا امي. لذلك سأبيع الخاتم الذي أختنيه، لربما ساعدني كثيرا. أما إذا سألتي عني، لكن بتبالغي يا ليلى، بتبالغي. بالمناسبة البيت اللي قاعدة فيه أمور ياسر. والله ما بطل، طبعا أنت عارف ندى صاحبتي شديدة، لكن حاجة المهم ريحاني إني قاعدة مع ناس أغرب يعني. معلش، هي كلها فترة بسيطة حتقعدها معاهم لغاية ما أبوك يعني يشوف لك حل نهائي المشكلة دي يعني. إن شاء الله. ما يكون عندك شارع. لسه في وقت على الطيارة؟ لسه في وقت شوية. أسمعي، مش حقه ناخذ لنا عصير لمنال والأولاد معاه؟ أي ممكن، فكرة كويسة. الله يبارك. دي كانت رغبتي من الاول. طب مدام دي رغبتك، ليه ما قدمتي للداخليه؟ خالي غرشي اصر انه انا لازم اقعد معهم وقال ما في داعي للداخليه. لكن تخيلي انا ده، انا لو كنت قدمت كانوا اخذوني في الداخليه. اصلا ما ممكن تقدمي؟ اصلا ما في طريقه، لانه خالي ذاته ما حيوافق. انت يا ندى دكتور فيصل الليله جا؟ القهوة يا عم منصور. الله، انت عملت القهوة دي بدك؟ ايوة. ومال سكينة وين؟ اللي قلت نفسي قاعدة ساي قلت اعملها لك. يا بنتي ما كانت تتعب رقبتك. ابدا ما في اي تعب، المهم انها تعجبك. بعدين انا بعترف اني ما شاطرة بعمل القهوة.
لا باين عليها قهوه فنان. طيب بلي ما بطال شفته قلت ما بطال يعني ما حلو. لا والله كويسه جدا كويسه خالص والله عشان ما تزعل. طيب عايز حاجه ثانيه؟ لا ما عاوز حاجه بس ندى لما تجي من الاستوديو خليها تجيني في الاوضه لاني عايزها. حاضر شكرا لك يا بنتي. عليك النبي يا ست البنات يا اختي زي ما وصيتك عليك النبي ما تقصري. لا لا والله يا فاطمه يا اختي انا من دربي ده علي العازه اكلمها تديك الصرفه الجايه وهي ما بتقول حاجه يا اختي. هاي عليك الله يا بنت امي عشان انا بدور القريشات ارسل الليله الى في الجامعه. ربنا يعوضك تعبك وشقاك في ليله يا فاطمه يا اختي. من خشمك ولي باب السما يا ست البنات يا بنت امي. لكن يا فاطمه يا اختي انت ركبتي راسك ساكت حسي كان قعدتي مع صديق ما كان البنية تربت بيناتكم؟ منو دي؟ أنا وقتين أصوم أصوم وأفطر لي علي بصلة برضو أبو بنيتك والناس بعيني لحاجات تانية يا أختي. ست البنات إنت طرقت الكلام ده شنو؟ ما خساني دردرت البنية وعدم وجود أبو مسؤول. ست البنات أكفل الموضوع ده وقومي علي العازة شوفي ليه الصرفة. بس عليك الله يا شاهينة بنتي جادة في الكلام اللي بتقولي فيه ده؟ أكيد. في أي حاجة ضايقتك في البيت هنا؟ إطلاقا ما في أي حاجة زي لكن أنا حاسة إنه أنا المضايقة. شاهينة استني ما تقولي كلام زي ده عليك الله. أنا عايزاك كده تسمعيني بجد كده. أنا في طالبة معانا في الجامعة قالت في مرة جنبهم عندها صالون في بيتهم عايزة تأجر. كيف يعني؟ يعني عايزة تأجر وداخلية وانا بصراحة كده بديت افكر في الموضوع ده. تسيبي السكن معاي وتسكني عزابية؟ ما تزعل مني يا ندى لكن انا شايفة كده اريح لي. اريح لك تسكني عزابية؟ مش بالضبط كده ما هو صالون في بيت اسرة وبعدين انا حاشوف لي طالبة واثنين من الجامعة يجوا يسكنوا معي. وحيكون مسؤول عنكم منو؟ انت بتبالغي يا ندى انت ناسي انه نحن طالبات جامعيات؟ مهما يكون ما انتوا برضو بنات. ما هو البنات ساكنات في داخليات. دي داخليات في جهة مسؤولة منا وعندها إشراف مباشر ومعروفة الطالعة والنازلة. أنا ما عارفة أنت بتجيب المفاهيم المتخلفة دي منين؟ دي المفاهيم الصحيحة يا شاهينات. تعرفي أنت لما تتكلمي لي عن طريقة الأوتوستوب وطريقة المشي والسكن زي كأنك من عصر ناس بشار بن بورت والاسم منه يا اخي الراجل دخل قاعد تقول ليلى. اذا انت مقتنعه بالمساله دي اوكي اعمليها. انا الحاجه اللي محيراني انت اللي زعلك شنو؟ طبعا كالعاده يا ناصر كله مره افتش على الورقه هنا وامشي قاعده في البيت منتظراني. جايبك كويس؟ الحمد لله. بالمناسبة يا ناصر أنا احتمال أطلع ويمكن أتأخر فإذا البنت اللي اسمها ليلى صديق دي جات أديها المرجع ده. حاضر. مناسبة بنتي ممتازة جدا لفتت انتباهي من أول محاضرة. أنا بتفق معك يا بروف ليلى دي نموذج للطالب المجتهد. تعرف يا ناصر أنا بنتي العجب مزاجي عجبني إصرارها على التقاط أي معلومة ملاحقة لي بالأسئلة في كل مكان أثناء المحاضرة هنا في المكتب في حوش الجامعة هي عاوزة تحصل على المعلومات.
سواء كانت المعلومات دي متاحة أو غير متاحة. ملاحظ ملاحظ. بالمناسبة بدي كتبت بحث ممتاز جدا في الوصف في الشاعر ابن الرومي. ابن الرومي مرة واحدة؟ أيوه ابن الرومي. بعدين البحث ده ممكن يكون مشروع رسالة. دقيقة أنا أوريك ليه. وبس الحمد لله ما في حاجة غير عندي زولو عن حالي ورفيقتي. انت يا عزة الزولة جاب لك الجواب ده بتعرفيه؟ ده مصديق ساكن مع ابوي في عبر عزابي. وانت ابوك ساكن عزابي؟ طبعا هو شغال هناك جينا كل خميس. لكن ظاهر عليه زول طيب خلاص. ابوي ولا عن صديق الزول جاب الجواب. يا عزة؟ أيوة الركبة معاونة داك منه؟ والله ما عارفة لكن بتبالغ والله. غريبة بدي ما من عليه داخل كده بتعمل دي ما له لي حساب ايات. ما تقلق يا ابوي اصبر شويه هسه بتجي بتكون اخرت اي حاجه في الجامعه. انا خايف تكون تاهت. ليلى اللي بتويها شنو؟ والله دي بقى تعرف الطريق احسن من انا ذاتي. سامح يا ليلى يا بدي بسم يا امي خادم هديه نجاحك
والله يا ليلى انت عارفاني ما عندي قدره. كان عندي قدره كان جبت لك الذهب اللي في السياخ كله. يا سلام يا امي، الله يخليك لي يا امي، ده بالدنيا كلها يا امي. الله يخليك العافيه يا امي. الله يحفظك يا بنتي ويمتع عليك وينجحك ويكفيك شر خلقه. والله يا شيخ نازل أنا الجيل ده أصمت ها؟ اي امك ما جات منها تبيك لي حسه؟ ما هي قالت حتتغدى هنا. وعمتي دي ذاتها تاخرت، حقها تغدى بعدها. كده ننتظر شويه بس 5 دقائق، كم ما جاء بعد ذاك بنتغدى. أنت كده مالك؟ والله يا عفاف ظروف، لكن بحكي عليك. ظروف؟ اي والله، لكن انت عارفه لو ما جيتي كنا حنتغدى قدامك بدقيقه واحده بس. لو دقيقه ما مشكله. يعني شنو؟ يعني كنت هلقاكم وبعدين تاكلوا. وبالله الحق خليك تاكلي منه، والله لقمه واحده ما تشيلي. امشي. والله ما تاكلي كده. انتظري دقيقه واحده اشوف احط الغدا ولا تقطي ولا حاجه. انا برايي حطيته. يلا هنا يا اخوان، انا قلقت لك الجبه الصينيه براوجه. انا لما سمعت الباب دق وعرفت انها هي مشيت المطبخ عملت لك. يلا يا خالي، لا بس قومي قومي، عندك حساب معايا عسير في خلال لغايه الساعه كم؟ حتى قول انا جعانه. وانت ما انت عليك اوعى اسمع يكتبوا لي ثاني داخل كده. يلا بسم الله. شكرا لك يا سكينة. والله اخوانا سكينة دي مرة طيبة. سو كيف يا ابوي؟ والله واقف كالعادة. هل تصدق يا رضوان انا عندي 14 شيك اسياد وما قادرين اغفهم؟ 14 شيك مرة واحدة؟ ايوه. طيب دي ما كثيرة جدا؟ كثير. لكن نقول شنو؟ ندى مالك مبوزة كده وما قاعد تتكلم؟ أنا زعلانة منك يا بابا. يا أخي أنت معقول يمر يوم واحد بتكوني زعلانة مني؟ لا والله يا بابا، بتجيلي المرة دي زعلانة منك. ليه المرة دي حصل شنو إن شاء الله؟ لأنه الخميس قرب وأنت ما عملت لي أي حاجة. وفي شنو الخميس؟ شفت يا رضوان؟ بابا ما متذكر أي حاجة. لا أبوي اليومين دي ما حيتذكر لك أي حاجة. معقول لك إيه؟ مناسبة زي دي ما يتذكرها؟ ما تفهمونا يا أخوان. أهدى قدامي غزالي. فهمونا حاصل شنو؟ الخميس يا ابوي عيد ميلاد الاستاذه،
وسبق للأستاذة ندى إنها طلبت من سيادتكم الدعم لهذه المناسبة السعيدة، ولكن لا حياة لمن تنادي. المرافعة دي رأيك فيها شنو؟ ده موضوع حايف. شايف يا رضوان؟ لا أنا ما أقصد إذا ده المزعلك ومبوز ومادة قدومك. هسه شوفي لي طلباتك واكتبي الحياة الدائرية وقدري لي مبلغ كم واكتب لك شيء. أنا عملت لك كل الطلبات دي في ورقة بتفاصيلها وديتك لها قبل 5 أيام يا بابا. معليش أعمليها تاني. أنا عندي لك اقتراح. شنو؟ لأنه أبوي ما حيتذكر خدت لك الورقة وين؟ اديني ليه؟ انا حشيلها صويره من كم نسخه، اخذت له نسخه في العربي، نسخه في المكتب، نسخه في الغرفه بتاعته، نسخه اديها لسكينه وقت ما تجيب له الشاي تقدمها له، يمكن واحده فيهم تضرب. انت عايز تهزر موس؟ يا ستي ولا تزعلي ولا حاجه، هسه عادي قوماكي معايا الاوضه اكتب لك الشيك اللي انت عاوزه. بجد يا بابا؟ يا ليلى انا جيت معاكي هنا لانه عايزه اتكلم معاك وعايزين نكون بعيدين من البيت وناس البيت. خير يا عفاف؟ في شنو؟ اول حاجه يا ليلى مفروض نامن على انه ما في زول مفروض يطلع على حاجه زول تاني ما بتخصه. عفاف انا ما فاهمه حاجه. هفهمك ليلى. الخاتم بتاعك وينه؟ الخاتم ضاع يا عفاف. لا يا ليلى الخاتم ما ضاع، انت بعت الخاتم بتاعي. لا يا عفاف انا بصراحة يا ليلى انا كان لقيت جواب انت كاتباه ومخطوط في الترابيزة وعايزة ترسلي لعمتي فاطمة، يعني بتشكي فيه من ظروفك وانك حتبيع الخاتم. عفاف انا بس معلش يا ليلى، طبعا ما من حقي يعني اطلع على حاجات بتخصك، لكن في الحقيقة يعني بعد ما لقيت الجواب وقريت منه الجزء ده كنت عايزة اتكلم معاه. بس يا ليلى اوعد كوني رسلتيه. رسلته. معليش ارجوك تاني ما تعملي كده، انا اختك سيب ابوي، طبعا انا موظفة وعندي مرتب يعني ممكن اتصرف واقدر احل لك مشاكلك. عفاف انا مقدرة المسألة دي، وبعدين انا عارفه ظروفكم كويس، وانا امي بتشتغل وبترسل لي. ليلى انا عارفه انه بيكون عندك تطلعات وعالم مختلف لونه وردي، لكن بس ما بتحقق لك مع ظروفك دي. عفاف الحقيقه انا الحقيقه انه كلنا ظروفنا صعبه، كلنا عايزين نخش العالم ده والعالم الوردي ده، لكن ما للدرجه اللي بتخليك تبيعي حاجاتك كده. اصبري نخش العالم ده حته حته وبتدريج عشان تكون بتشبه بنات الجامعه. انا ما قلت كده يا عفاف، لكن انا شاعره بيه كده. لا ما صح يا عفاف. طبعا انت ممكن تنكري، لكن بس كمان ما ممكن توجهي لي احساس بالحاجات. اشربي الشاي ده، ما يكون برد. زي عثمان تمام الحمد لله. لنا مده ما شفناك. موجود قاعد. الشهر اللي قال عملتها لك عجبت ناس البيت. عجبتهم تمام يا عثمان، كويسه دي لياقه باكستانيه. ما اي زول بيقدر عليها، زول بادي كده ما يقدر عليها. تعرف شنو؟ تمسك القبه من الطرف وتجر كويس. بعدين تقوم تمسك طرف القماش. بعد ما تمسك طرف القماش انت بالليبره بس دقه كده ودقتين تبقى حاجه تمام. لا واضح حاجه دي مراب. كيف الحمد لله يا استاذ. ليلى بنت فاطمه جارتنا دي مش فاتت الجامعه؟ ايوه في الجامعه. ها ان شاء الله في خبر. لا في خبر ايه والله، قبل يومين رسلت جواب بتسلني فيه على كل الناس بالمناسبه. يا سلام. يا تعرف يا استاذ ليلى دي بنت اصيله. أيوة بنت اصيله شديد. لا اصله ما خلت زول في البلد ما سلمت عليه، لا خلت ترزي لا خلت غيره.
بس ان شاء الله يا استاذ في حاجه مهمه تكون قالتها في جوابها ده. شنو دي؟ ما قالت ناس الخرطوم قالت شنو في القساطيل عملتها لها؟ ايه اللي الدكتور سأل منك في المحاضرة؟ عارفة يا شاهيناز، أنا قدري ما حاولت أعمل المستحيل عشان أحصل المحاضرة ما قدرتها. ليه مالك الحاصل شنو؟ حاصل المواصلات، المواصلات زحمة جدا، في النهاية اضطريت جيت كداري. انتم ساكنة جنب البحر؟ ايوه. جيتي من هناك كداري؟ ايوه جيت كداري. أعمل شنو لكن؟ أنا عندي لك اختراع عملي جدا. شنو؟ في تسكن معي. وين؟ عند ناس ندى؟ لا لا لا، أيوة أنا قاعدة عند ناس خالي وفي بيت متواضع ما بمستوى بيت ناس ندى، لكن يا أخي ابتسامتهم وضحكتهم في وشي بالدنيا كلها. كده فكري من ضحكتهم وابتسامتهم. أول حاجة أنا رحلة من ناس ندى، حأسكن في صالون منفصل لكن مع أسرة، وإنت حتيجي تسكني معي. أجابر مش معنى يا شاهيناز. أنا اللي قلت تحلي من المواصلات ومشاكلها. شكرا جزيلا، ما عندك مشكلة، أنا مرتاحة عند الناس خالي. على العموم إذا فكرت تغير رأيك أنا موجود. أصبح ليها خد.